حديث سعودي عن قيادة خليجية لإدارة اليمن وشؤونها لهذه المدة، اقتراحات سعودية. قال الخبير العسكري السعودي اللواء المتقاعد أحمد الفيفي: فضفضة سياسية خارج الصندوق. تخيلوا لو يتفق كل الفرقاء في اليمن أن يحكمهم لمدة تتراوح من 5 سنوات إلى 10 سنوات حاكم من خارج اليمن، مثلاً من إحدى الدول الخليجية. وأضاف: وهذا ليس نقصاً في رجال اليمن من حيث العقل أو العلم أو الثقافة، لا والله العظيم، ولكن يكون هذا الشخص لا ينتمي إلى حزب أو قبيلة، يكون همه الوحيد الرقي والازدهار لهذا البلد. واختتم بالقول: ولماذا يكون من دولة خليجية؟ كي يستطيع الحصول على المال الذي يحتاجه لتلك المرحلة، وتذهب أي أموال إلى مكانها الصحيح. أتوقع خلال تلك الفترة الوجيزة أن يعود كل أبناء اليمن الموجودين في المهجر، ويكون البلد مثل أي دولة خليجية غنية. اليمن قوة موجودة، إذا نعمل تعمل معنا كل الدول الخيرة سواء كانت شقيقة أو صديقة على الصد والانخراط في الحوار السياسي، ولا ستكون حرب أهلية مدمرة وستقلق المنطقة بشكل عام، ولا القبيلة الفلانية هذه ستكون حسابات خاطئة جدا جدا. اليمن قنبلة موجودة، وإذا اقتل النظام السياسي في اليمن ولن يتم الحوار السياسي البناء لتجنب اليمن الفتنة، فهي فتنة تكون طويلة الأمد والمدى. طويلة. ولنا في ذلك مثلا مآثير محمد الذي غير ماليزيا من دولة فقيرة إلى دولة متقدمة غنية، وهو من أصول حضرمية. فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.